رخيب عوض بن معاش حسن محمد حسن سويدان، تمام، من ابناء بلطيم البروندس. واحد ابطال معركه البرولس. طب حضرتك المبلغ الاول عن معركه البرولس عن 56. طب حضرتك مع حسن بالنسبه للمقابر، الوضع المقابر اللي حضرتك شفته ده بتطالب بيه بايه؟ انا طالب بالتعديل والنظافه فيه واظهار مقابر الشهداء. اظهار مقابر الشهداء اللي هم ضحوا من اجل مصر، لان انا حضرتهم، ولما جاء طيران ضرب الضرب اللي هو بتاع بلطيم برضو، قمت بحضور الشهداء في العربيه بتاع السواحل وديناهم المنطقه اللي هم مدفونين فيها دي، يعني المنطقه اللي هم مدفونين فيها. كنت انا برضو موجود في برج البرولس اثناء المعركه والاعتداء على الدار المصري. طب انت طيران تعليقك حاجه على الوضع، على الوضع الحالي المأساوي بتاع المقابر الشهداء دلوقتي؟ انا تعليق ان هم اهتموا بيه زي ما تقول حيين ومهتمين بناس احياء مش ميتين، عشان دول احنا لنا الشرف يكونوا شهدائنا، والله يرحمهم جميعا، الله يرحمهم ويرحمنا، لان احنا مدفونين ما حدش يعرف حاجه عنه. بعض الافراد من القوات البحريه يجي يقول لك ده كان اول من ابلغ دون ده، ده انا اول من ابلغ عن معركه البرولس البحريه دي كانت فين؟ انا كنت على الساحل نايم واكل شارب على الساحل بجوار البوصله بتاعتي وسلاحي.